زي ما انتوا عارفين مجلة إنيجما احنا دايما بنحاول نوري احسن وش بتاع مصر والشرق الاوسط عامة، وبقالنا سنين دايما لما في اي حد من هوليوود او من لندن عايز يجي مصر بنحاول نشجعهم ونكرمهم لما يجوا هنا. فطبعا من السنة اللي فاتت لما محمد حفزي استلم المهرجان احنا كنا بنحاول نساعده بأي طريقة. السنة اللي فاتت عملنا برضو الحفلة بتاعت الكلوزينج بتاعت المهرجان. فالسنة دي انا عارفة ان محمد كان عايز برضو يحاول يشجع ستارز من هوليوود، وهو افتكر برضو جابوا ناس تانيين، بس انا عشان عندي كونكشن لبيلي زين انا قلت طب ايه رايك، وزبطناها الحمد لله حصلت كلها في اخر اسبوع، بس كلنا مبسوطين الحمد لله. مبسوطه انه نجوم كبار بيحضروا مهرجان القاهره وبيجوا مصر، مبسوطه انه نجوم عالميين معروفين متواجدين هنا عندنا، حاجه مشرفه، حاجه تشجع نجوم تانيين وتانيين يجوا. وبقول له Welcome to Egypt. مبسوطة ان هو جه يزورنا ويشوفنا ويشوف حضارتنا ويشوف بلدنا واستقبلنا له، ودي حاجة مشرفة للمهرجان، ويعني privilege امتياز اكتر للمهرجان. طبعا انا كتير سعيدة انه بيلي زين لبى دعوة مهرجان السينما واجا، وصراحة كتير سعيدة قدي عامليله كذا ايفنت. يعني انا تقريبا مدعوة على 3 ايفنتس اليوم بعد ايفنتس انيجما، وبوجه تحية كثير كبيرة لانيجما ومراكز اللي عملوا هيدا الايفنت لحتى يحتفلوا ببيلي زين ويعملوا له لايك بيزي بروجرام لما يجي. حبيت قد ايه مبسوطين فيه، فلا حيلف كثير بيلي زين لانه بكره كمان في 3 ايفنتس ثانيين بالاضافة لعرض فيلمه والتكريم بمهرجان السينما. فهيدي هي هيدي طبع مصر انه بيحتفوا بالضيف وبيحبوا يكرموه، واكيد هو حيرجع على بلده وراح يقول قد ايه انبسط بمصر وقد ايه شاف بيوتيفل فيسز warm hearts، فاكيد حيرجع بميموريز كثير، واكيد لازم ناخده على البيراميدز، فما حنركبه كثير بالنيل لانه يمكن يكون مقلق من موضوع التايتانيك القديم، وححاول فتش بجيبه لو بعده ذا بلو دايموند هارت مع انه رمته بالبحر. احنا مبسوطين بقوي بوجوده في القاهره. ويلكم تو ايجيبت، يا رب يكون مبسوط ومتسلي، وهو كمان مبسوط بالتكريم بتاعه. يعني انا بقول ان مفيش فنان بالعالم ما بتبسطش بالتكريم، وخاصه كمان بحس ان بقى ليه قيمه اكتر لما يكون في بلد بعيده. يعني مثلا هو من فروم ذا ستيتس وجاي يتكرم في الميدل ايست، بحس انه دي يمكن بالنسبه له، انا مش حاطه نفسي مكانه، بس بحس ان هي ممكن هتبقى بالنسبه له فرحه اكبر من هو لو بيتكرم في بلده. It is my first time and what a lovely way to arrive while being honored by the Cairo International Film Festival. I'm most grateful.